اهلا يا حسنين، ازيك كده؟ الحمد لله يا خالد، ده انا اتبهدلت بهدله لغايه ما وصلت لحد هنا. ايه؟ اي والله. وازاي امك كده؟ امي مش انا، امي ماتت يا خال. ايه؟ ايوه، بقيت يتيم الاب والام يا خال. يا حول الله يا ربي. تعيش يا امرأة خال، ما تلكيش في حاجه وحشه. بقيت يتيم الاب والام. طب مش كنت بعتني؟ ما انا اتلهيت على عيني، بس الحمد لله العمدة قام بالواجب وزياده، كتر خيره. ما بقاش ليا حد ابدا في الدنيا، ما بقاش ليا غيرك انت وخالي يا مرات خالي. طب اقول لك ايه؟ ايه؟ تعالى اقعد هنا. انا هنام هنا. ده انا بنام هنا. ما تنام انت على الكنبه وانا انام هنا يا خال. يا جدع ما يصحش، قوم تعالى معايا هناك. ده انت عليك تحكمات. فاطمه. ايه؟ بقول لك ايه؟ قومي حضري لي لقمه اتعشى بيها. لا، ودي وقعت ايه دي؟ احنا ناقصين. ايه؟ ما يصحش. انا واقع من الجوع، واقع من الجوع يا مرات خالي. من صباحية ربنا لحد دلوقتي على كوباية السنية. سنية؟ ايوه، بتاع بيضة كده. هاتلي جنب الأكل اللي هتجيبيه بحلي بصل. بقيت يتيم يا خال. معلش، استهدى بالله، بكرة تنسي. أنسى إزاي وأنا جعان كده؟ دلوقتي تاكل وتشبع. أديني قاعد أما أشوف. شد حيلك يا ولد. ايه؟ ما بتاكلش فول ولا ايه؟ فول ايه يابا؟ شد على الله، ده احنا فينا صحة تهد جبال. انت فاكر نفسك مين؟ قوم جامد قيمتك، قوم. معلش يا راس العاد، معلش، الواد جديد لسه. مولة الناس يا بوي، ما الحرام ولا ايه؟ ايه طول بالك. نطولوا على الاخر. لا طول بالك، طول بالك يا ريس، احنا نعجبك قوي، ما يهمكش اي حاجه. قلت لك قوم. قوم يا فجري. خد بايدك خد. قوم يا غشيم. أهياني. جراه يا جدع، مزجت حسب الله هي ولا ايه؟ ما احناش عارفين ننام. مزجت حسب الله؟ المزجت حسب الله ايه؟ كك حش وسطك يا مرات خالي. اهوين مش كفايه جاي تاكل معانا اكلنا وتشاركنا في منامنا، هتوقع لنا كمان. يا ولية يا عيب يا ولية. اسكت انت، انا مش ناقصاك. من فلاحتك قوي يا اخويا، جايب لنا شحط يشاركنا في الاوضه. ايه يا راجل، انت ما صدقت. حلو، هو صحيح، هو ما صدق. حلو قوي ما صدق دي، انا فهمت انت عايز ايه. قوم يا خالكك حش وسطك انت راخ. قوم يا بغل. هتشد حيلك امال يا حسن. ايه؟ شد على الله يا خالي، بس القصعه دي تقيله قوي، ما عندكوش حاجه شيل اخف من المسلح دي؟ عشر يا امال. بلوزي بلوزي. حلوه يا خالي، حلوه منك قوي. بلوزي. ايه يا جدع انت واقف عم ترغي وتضحك ليه؟ معلش يا ريسني. ايه؟ اعمل لك همه وروح شوف شغلك يا جرونجي. حاضر يا ريسني. شيل يا علي، شيل يا علي. هات يا خال. ايوه شيل. شيل يا علي. يلا شيل. يا نهار ازرق، ايه اللي حببته دي؟ معلش يا خال، ما هي المونه طهري. طهري ايه؟ ايوه طهري، تقويه وتجمده. ما هي دي في تيمين مسلح، تخليه زي البغل بدل ما عامز الحمار كده، ده حمار. هتقول ايه يا ولد؟ طيب مخصوم لك يومين. هو انا كنت لحقت اشتغل عشان تخصموا لي؟ هشتغل على النوت تاني؟ اخرس يا علي اخرس. خرست يا خال، خرست. اخرس يا علي. وعبي يا جرانجي. اجري. حاضر. تبدأ في تنيتك وانت زي البغل كده، متتحش وسطك. بقول لك ايه يا احسن؟ ايه؟ ايوه يا خال. انت مش تعشيت؟
لو كنتوا عايزين تسموا الاكل اللي انا اكلته ده عشيه يبقى انا اتعشيت. طب ما تنام بقى. مش جاي لي نوم يا خالي. طب اقول لك على فكره. قول. ايه رايك لو تنزل تتمشى شويه؟ اتمشى اروح فين في ساعه زي دي؟ روح في اي حته يا اخي. اقعد لك على قهوه. الا قهوه ايه يا خالي اللي راح اروح؟ اول مره الاقي خال عايز يتلف اخلاق ابن اخته. شويه شويه تقول لي شبوري. خلاص خلاص سيبه قاعد. قالت لك سيبه قاعد اهو. طب اقول لك ايه؟ نعم. ما تروح ده تشتري لنا شاي. شاي ايه اللي هشتريه يا خال؟ ما انتوا عندكوا شاي اهو. ايوه صحيح احنا عندنا شاي ايوه، انما بيقولوا فيه صنف جديد حلو نزل قوي بيعمر المخ. طب ما تروح تشتريه انت وانا استنى هنا. يا جدع عايزهم هاد الشاي. طب اسمه ايه الشاي اللي انت عايزنا اشتريه ده؟ اسمه شاي ام حسن. شاي ام حسن؟ ايه حلو قوي. حتى ام حسن اخترعوا لها شاي. وبعدين بقى؟ حاضر يا خال. حاضر ما تزعلش. هقوم اشتري شاي ام حسن. حاضر. فوتكم بعافي. بقول لك ايه؟ ايوه. اوعى إيوة ترجع من غير ام حسن. حاضر يا مرات خال. ده احنا ليلتنا انس. هنشرب الزرده اللي هي زرده ام حسن. ما قلت لي الا انت مالك لازق فيها كده ليه؟ وانت مالك انت يا اخي؟ كانت ملة على ودانك يا مرات خالي. ما قلتليش يا خال دلوقتي انا اشتري الشاي ده بكام؟ يا اخي بيقول لك عليه. حاضر. انتوا مش كنتوا قاعدين هنا؟ ايه اللي جابكوا هنا؟ يا اخي وانت مالك روح هات الشاي. هو اسمه شاي ايه؟ شاي ام عني ام عتب. حاضر يا خال. حاضر. دي عيشه تقرف يا اخي. مش ما تخليش بالك. هو القلم على نيات وشرب المقلب هيفضل يلف طول الليل يدور على شاي ام حسن مش هيلاقي. لو احنا بقى خدنا رحيم على شاي ام حسن. الا انتوا مش كنتوا هنا؟ ايه اللي جابكوا هنا دلوقتي؟ يا بني ادم روح هات الشاي. هو اسمه شاي يا خالي؟ شاي ام غريب. لا اسمه شاي ام حسن. طالما انت عارف تسالني ايه؟ ها يلا. انت مالك لازق فيها كده ليه؟ قول لي انت مالك انت؟ أنا خايف على العيال اللي تحت لا لوح خشب يقع فوق دماغ حد فيهم. مالكش دعوة. حاضر يا خالد. خد الباب معاك. أنا بقول آخد العيال معايا عشان أنا خايف عليهم. لا أنا هسيبهم مالكش دعوة بيهم. حاضر يا خالد. حاضر. حاضر يا خالي. أوعى بقى. إديني شاي أم حسن الله لا يسيئك. شاي إيه؟ أم حسن. يا ابني مفيش حاجة اسمها شاي أم حسن. كده برضه يا خالي عملها فيا. لازم عندهم اكل عايزين ياكلوهم من ورايا. امال ايه الايه اللي هناك دي؟ مسكويت. مسكويت؟ ايوه. مسكويت. وايه اللي فوق دي؟ ورق تواليت. ورق تلاويت؟ ايوه. بيعملوا به ايه دي؟ وايه الاحمر دي؟ شاي. شاي ام حسن؟ مفيش يا ابني ام حسن. طب هات هات الشاي دي. حاضر حاضر. خد خد زهقتنا يا شيخ. افتح يا خال. اول حي يرجع. افتح يا خال. ما تردش عليه. شاي ام حسن اهو. مش دي شاي ام حسن. الا انت بتعرف تقرا؟ لا. عرفت منين انه مش شاي ام حسن؟ هو شاي ام حسن وام حسن عليها ايه؟ طب فين زوم اتخمد؟ انا مش هتخم. ايه اللي عايز يتخمد يتخمد هو. عايزه تتخمدي يا مرات خالي؟ انا طهقت. انا زهقت. انا عايزه اتطلق. الا
تتطلقي ليه؟ ما انا جبت لكم شاه ام حسن اهو. اغرس انت اغرس. حاضر اديني خلصت يا اخوي، اديني خلصت. بس بالك انت تتطلقي، لان ده ما تعشيرش. امي كانت تقول عليه كده. اي أيوة والله. قولوا لابوها ان كان جعان يتعاشي، قولوا لابوها ان كان جعان يتعاشي. انا عايز افهم ايه الحكايه بتمام. ما هي المونة اهي. اكده وكمان هتستعملي اصلات تقيلة قوي يا ريس. يا ريس بيري. حلوة دي خطتك اللي تجيلة. لا والله يا ادقى. اهدي انت هتحضر معاي. طيب خور من قدامي وما تستناش عليه. خور ما تشتغلش هنا. كيف ايه؟ الولد ده ما يشتغلش هنا وما يستناش ولا دقيقة واحدة. بس ما تقولش ولا. الكتم يا ولد. قال هو هتأمر ليه؟ قال على رأي المثل بنشتغل في الشقه برضه مش عاجل. قلت لك خور من قدامي وما تستناش هنا. بره بره بره. الارزاق على الله. كتكميله وانت باغل عامل زي جاروس التين كده. اكده. ايوه وكمان هتشتمني. ايوه هشتمك. طيب خد بقى. عيب عيب يا ريس. اوعى كده يا ريس. اوعى كده. عيب يا ريس. عيب يا ريس. عيب يا ريس. اديني جبت لك شغلانه سهله اهي، ما فيها شيء ولا حظ. انا عاجبكم قوي في البيع والشراء. ربنا سهل. استاذن انا بقى. سلام عليكم. مع السلامه يا خال. تعالى ما افهمك. هتفهمني هي محتاجه.